وانت طيبه. يا اهلا وسهلا بيكي. شخبارك؟ الحمد لله، تفضلي منورانا. الله يسلمكم. شخباركم؟ اول شيء كل عام وانت بالف خير، وان شاء الله كل يوم مرأي مرتي ونحن عم نحتفل سوا بالتقدم والنجاح والازدهار والتميز. بدي منك تخبريني موضوع بظن انه كثير مهم، المرأة القارئة ودورها ببناء المجتمع، بتربية الأجيال، قد ايه بتفرق يمكن عن المرأة الغير قارئة والغير مثقفة؟ طبعا في البداية أوجه شكري لتلفزيون الفجيرة وللطاقم الموجود، أول مرة طبعا أطلع على هالبرنامج، دائما كنت أطلع كل مساء في فترة 7 ل 7. أيوه، فأول مرة يعني أطلع على هالبرنامج. طبعا أول شيء أوجه تحيتي وشكري وتقديري وعرفاني طبعا لأم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، الرائد الأول في حماية المرأة من جميع النواحي، والرائد الأول في يعني جعل المرأة متطورة مبتكرة، جعلها تشارك في التوازن المجتمعي المتطور الإبداعي. فأوجه شكري لها وجميع شيخات دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع امرأة ربت بيت، جميع امرأة موظفة سواء في أي قطاع من القطاعات، جميع من كان في السماء ومن كان في الأرض، وجميع من كان في خارج الدولة وفي داخل الدولة، كل امرأة إماراتية أوجه لها شكري وأقول لك كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله بإذن الله في كل سنة نشوف أول امرأة إماراتية في العديد من المجالات. وكل عام وانت أستاذة وانت موزة بألف خير، الله يسلمكم، منورة ومشرفة، الله يعطيكم والعالم الأخير. الإماراتي جميل ومنور. طبعا أنا جاي توي مقدمة برنامج في مدينة دبل حسن، مجتمع مع قاعدة مع خواتنا في دبل حصن، بعد كان نتكلم عن المرأة الإماراتية ودور المهندسات ما شاء الله في التخطيط والعمران. فالمرأة الإماراتية الحمد لله في كل مجال لها بصمة ودور. بالنسبة للقراءة، بما أني أنا اشتغلت تقريبا 7 سنوات في المكتبات في المنطقة الشرقية، وحاليا طبعا ماسكة اللي هو مسؤولة البرامج في المنطقة الشرقية، طبعا أن المرأة سواء قارئة أو غير قارئة، المرأة مبدعة في أي مكان، قد تكون مبدعة في تربية أبنائها. صح. لو شفتوا الجيل القديم مبدع أكثر، يعني أكثر إحنا يمكن يعني فينا اللمسات اللي هي الابتكارية. صح. الإبداعية، لكن الجيل القديم في لمسة الماضي. أكيد. لمسة. صح. رحمة الله عليه الشيخ زايد. الله يرحمه. يعني هي فما شاء الله المرأة، كنا حتى في بعض البرامج يوم قالوا لنا كيف بتسوي برامج حق المرأة اللي ما تقرأ، قلنا لا بالعكس، عندنا برنامج كان شهري للأم نطلق عليه باسم اقرأ للأم الشهري. قالوا لنا كيف المرأة ما تعرف تقرأ؟ قلنا عادي، نحن مهمتنا نجيب الأم وبنقرأ لهم أول شيء الجرائد، نقرأ لهم جميع ما يوجد في دولة الإمارات هذا اليوم، شو الإنجازات اللي حققت دولة هذا اليوم، بعدين نختار كتب من الكتب شو ما يتناسب من الأشهر كنا نقرأ حق الأم. لا نقول إن المرأة لا تقرأ، بالعكس، هذه ربت أجيال، ربتني وربتكم وربت أجيال قد تكون لا تقرأ، لكن هي أكثر امرأة لها نكون لها الاحترام والتقدير. طبعا موزة، اليوم الدور ما اقتصر على المكتبات فقط في دولة الإمارات، أنا بعتقد كمان الفعاليات والمبادرات مثل الفعاليات المسرحية والأنشطة. يعني خاصة كمان إذا بنتكلم على إمارة الشارقة، ما شاء الله هي من إمارات الدولة الجدير بالذكر إنه فعاليات الثقافة أكيد، يعني ما راح نظلمها بالتعبير، ولكن في شراكة بنحسها شراكة مجتمعية بين المؤسسات الحكومية والخاصة. هاي كيف بتأثر عليكم أنتم في إنجاح مسيرتكم التنموية والتعليمية؟ الحمد لله، طبعا نحن دائما يوم نشتغل باسم أنا دائما هذا شعاري، أشتغل باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، أنا مبدعة، أنا من إمارة الشارقة لكن أنا من دولة الإمارات، أفراد اللي نحن كلنا الموجودين نعتبر من دولة، سواء كنا من إمارة الفجيرة أو من إمارة عجمان. فدائما كنت أحاول أني أسوي ربط علاقات بيني وبين المؤسسات في الإمارات الثانية. على سبيل المثال عندنا مثلا صندوق الوطن، صندوق الوطن يهتم بجميع الابتكارات والمبدعين على مستوى دولة الإمارات، فدائما كنا نحاول أن نكون عنصر فعال معاهم في البرامج. مثلا عندنا في دبي مثلا عندكم المعرفة اللي هي هيئة المعرفة. نعم. يعني نحاول أن نحن نشارك أو نحضر جميع الفعاليات التي تقام في دولة الإمارات. إمارة الفجيرة اليوم عندهم أكبر ملتقى بالفترة المسائية. نعم. يعني جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية. يعني أنا يوم شفت المشاركات
اصدقائي من يوم منذ الصغر، يعني انا معاهم من الفجيره. صحيح. فاوجه شكري صراحه وتقديري للاستاذه الشيخه المسماري منذ الصغر معاها. صحيح. يعني نعم. فاول ما شفت صورتها اليوم واعدهم ما شاء الله اكثر مش ثنتين او ثلاث مش اربع يمكن ست او سبع بنات، يعني يستحق صدق يستحقن التقدير. فالحمد لله نحن دائما اي امراه يعني نشتغل باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، نكمل دولة الإمارات. احنا الـ 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 يعني الآلية او العملية الإنتاجية فينا نحن ابناء وبنات دولة الإمارات، سواء كان ربة بيت سواء كانت اللي ربت البيت تبني اجيال. صح. المعلمة تبني اجيال، الموظفة تبني افكار، تبني مشاريع حق الدولة، تكون مبدعة ومتميزة كمان أستاذ. يعني لنا الفخر إن أول طيارة يعني أقدم لها بعد شكري وتقديري للطيارة مريم المنصور، يعني فالحمد لله أبنائنا يعني على مستوى الحمد لله. بس أنا عايزة أروح معاكي أكثر إلى اتجاه الثقافة والمكتبات وإدارة المكتبات بالأخص، يعني المرأة إزاي بتكون مسؤولة، دي مسؤولية كبيرة إن أنت تديري مكتبة تحكمي في ثقافة البعض، إنه الناس دي هتدخل تقرأ عندك مثلا الكتب الفلانية، تنظيم المكتبة أو الحرص على تقديم الأنظمة الحديثة في المكتبات لتسهيل مثلا أن أنا ألاقي كتاب بسهولة، أن أنا ألاقي بحث بسهولة، بتعملي ده إزاي؟ يعني أنا بحكم خبرتي في المكتبات صعب أن تجيبي إنسان تقول له أقرأ. أي إنسان إذا ما كان قارئ أتكلم. نعم. فأنا لازم شو أسوي، أفكر كيف أني أنا أجذب هالأشخاص للمكتبات، كيف أنا أجذب الشخص للكتب. فقمنا بتفعيل الكتب نفسها، في كتب طبعا في مجال المرأة، في يوم المرأة كثفنا مثلا نشاطات المرأة، طلعنا كتب المرأة، روينا الجمهور انه في عندنا كتب مرأة. في مجال الطفل نفس الشيء كنا نسوي، كان مترددين في الشهر الواحد 1000 متردد على المكتبة. ما شاء الله. البرامج اللي كنا نسويها في المكتبات، سوينا برنامج القراءة للجميع، كان برنامج مبتكر جدا، يعني مشينا في المنازل، طلعنا من المنازل لين المدارس، من المدارس لين المؤسسات الحكوميه. احنا ما نجبر اي انسان انه يقرا، لكن احنا نقول للناس انه في كتب، في ثقافه، ما يتكون الانسان والفرد الا من خلال قراءته للكتب. طب بهذا المجال شو رايك مثلا بالكتب اللي بتتناول حقوق المراه؟ قديش مهم نحن يمكن اليوم نثقف نسائنا، نثقف مو بس من الناحيه الاكاديميه العمليه، لا كمان من ناحيه الثقافه العامه سواء بحقوق المراه او بكافه المجالات الثانيه. الحمد لله، اول شيء اوجه شكري للقاده، الحمد لله المراه استوت وزيره. صح. وما شاء الله في المجلس الوطني 50% هالسنة، يعني فأنا أوجه لهم شكري وتقديري واحترامي لاهتمامهم بالمرأة. أنا أعتبرها ما أعتبروها نصف، أعتبروها المجتمع كامل المرأة. نعم. يعني هي كأم، فأنا متأكدة أنه يعني إن شاء الله يعني بالعكس أن المرأة لازم تبدع في أي مجال من مجالات عملها، على أساس أنه نعطي الأول بالقليل لهذا الوطن المعطاء. رد طب. جميل، ونحن كمان يعني كرجال رد جميل للمرأة، يعني الله يعطيكم، بدونكم ترى احنا ما بدوننا ما موجودين انتم. صح. ولا كمان الواحد يدعم الحقهم كمان مساندين دائما لدور المرأة. بس كمان مو بدنا نعرف قد ايه يمكن الثقافة والمكتبات تلعب دور كثير كبير ودور اساسي في تمكين وتثقيف المرأة، لحتى لما تتولى مناصب قيادية تكون على خبرة واسعة ومعرفة واسعة لتقدر تدير الشؤون بالشكل السليم والصحيح. طبعا من خلال الدورات نكثف مثلا الدورات، حضور المراه لين البرامج مثلا اللي نسويها للمراه، يعني نحن مثلا كهيئه الشارقه للكتاب، طبعا انا 7 سنوات خبره في المكتبات، عقب انتقلت لين مسكت البرامج والانشطه والفعاليات في المنطقه الشرقيه، فسنويا درنا اول برنامج على مستوى دوله الامارات يوم المراه العالمي. نعم. ايوه كان يوم المراه العالمي السنة الماضية، سوينا في مدينة خورفكان واستضفنا فيه امرأة من دولة الإمارات، فكل واللي قبل كان عن الإماراتي، استضفنا الإماراتيات. فلازم نحن نوعي النساء سواء حتى ربة البيت، بالعكس ربة البيت ترى بعد لها دور كبير. صح. في تنشئة اللي موجودين عندنا في البيت. صح. التواصل الاجتماعي، التواصل الأسري، ربة البيت تقدر تخلق تواصل أسري في داخل الأسرة نفسها. صح. إذا أنا خلقت تواصل أسري، صلة الرحم، أكثر من صلة الرحم، أكثر من زيارة الأقارب، أكثر من زيارة الجيران، يعني بالعكس هذا دور كبير تسعى فيه المرأة، هذا دورها ترى وايد كبير.
فأنا أقول يعني إن المرأة لازم دائما تحاول تضع لها خطة حتى في يوم المرأة اليوم. يعني احنا ما ترى رجالنا يعطونا هدايا ترى او حد يعطينا ورده يعني او شيء، صح. بالعكس المراه صح. تكرم نفسها بنفسها. وانا ما اقول لكل امراه اماراتيه او كل امراه تخدم على دوله الامارات تعتبر اماراتيه، صحيح. وجودكم صح. يعني صح. انتم واحد، صح. فبالعكس اوجه شكري وتقديري لكم، انتم في انتم على ارض دوله الامارات، اذا انتم تخدموا دوله الامارات، يعني انتم معانا كلنا، كل امراه في دوله الامارات فعلاً. اقدم لها الشكر والتقدير صراحه. هنا تخرجنا معلمتي الانجليزي من المصريه، معلمه العربي كانت سوريه، هذا كله يعني كلنا تكاتفنا عملية متكاملة. كلنا تكاتفنا كنساء باجل النهضه بدوله الامارات. أيوة. ونحن نحن يعني مواليد الامارات فعلا كنا نحس هذا الشعور. سواء اولاد ولا بنات، يعني انا ودعاء مواليد الامارات وبعتقد كمان نوار، كنا نحيي العلم كبلد معانا من يمس. بتحسي انه فعلا انه قيم التسامح ما كانت منتظره عام ليلاقب عام، هي متاصله من تاسس الدوله الاماراتيه على نهج المفروض الحمد لله. كلنا نكمل بعض، كلنا نخدم دوله، دوله الامارات العربيه المتحده. صح. صحيح عندك حق. بس عارفه عايزه ارجع معاكي لنقطه رباط البيوت، قلتي ان هم كمان ليهم دور كبير وانت يعني بتركزي انك تعملي لهم انشطه وفعاليات خاصه بيهم، بس شايفة انه صعب استقطاب الفئة دي ان هي تنزل من بيتها مخصوص عشان تيجي تحضر فعالية معينة، بتعمليها ازاي؟ لا يعني مثلا الحمد لله في بعض مؤسسات مختصة بربات البيوت، تكون مثلا في بعض البرامج انا بذكرها كسبيل المثال، مثل برنامج جيران، برنامج خاص بالتنمية الأسرية، برنامج جدا رائع يستقطب ربات البيوت. كل ربات البيوت يسولفهم مثل جلسة نسائية يتحاوروا فيها عن موضوع من المواضيع، أي زيارات مع بعض، جروب جيران يسمونهم اللي هم جيران. من هذا الجروب أنا أقعد أسأل مثلا في مثلا في الفجيرة عندهم متطوعين من النساء، في إمارة مثلا عجمان عندهم مثلا تابعين لجمعية مثلا الاتحاد النسائي اللي في أبو ظبي موجودين ترى في عجمان. أنا من هالناحية أدخل للمؤسسات على اساس ان المؤسسه توصل لي لين المراه في البيت، صحيح. وفي نفس الوقت الحمد لله بحسن يعني لنا اجتماعيه، فعادي اقدر اروح مثلا المنازل وادعو النساء انهم يحضروا اي برنامج من برامجنا، والحمد لله رب العالمين. في برنامج اخر مره حضرناه في ضاحيه من الضواحي 100 حرمه ما شاء الله، والله 100 حرمه من جميع مراحل الاعمار من الصغر لين اكبر وحده عمرها يمكن 60 سنه ما شاء الله. يعني كانوا مسويين برنامج حق الحجاج، فكان برنامج رائع جدا مكون نساء كلهم، فنحاول باي طريقه لازم تعزمينا المره الجايه ان شاء الله باذن الله. ويمكن كمان تعدد الجهات المهتمه بهذا الموضوع، خبريني قدامهم تكاتف هاي الجهات مع بعض لحتى تكون ايد وحده. انت عم بتقولي يمكن انت كفرد ما بتقدري توصلي لربة المنزل، تستعيني بجهه ثانيه، خبريني قدامهم هذا التكاتف لحتى توصل لاكبر فئه من المجتمع. طبعا الحمد لله بالنسبه لنا احنا عندنا علاقات مكثفه جدا، ونحضر اجتماعات مع المؤسسات الخاصة بالمرأة، وايد مؤسسات أصبحت خاصة، وأي مؤسسة لازم فيها لجنة نسائية، أي مؤسسة لازم تكون فيها لجنة نسائية. فدائما نحاول أن نحضر أي اجتماعات، نحاول حتى نحضر أي فعاليات أو برامج هم يقدموها، نكون السباقين في الحضور. بالعكس هذا بيكون لنا قاعدة بيانات من النساء، بكرة نحن نجمعهم كلهم ويا بعض. حلو، حبيت فكرة التكاتف والتلاحم ما شاء الله عليك يا موزة. كمان عارفة يعني بحس انه احنا الستات عندنا ميزة سبحان الله ربنا ادهلنا، بنعرف ندافع عن نفسنا، بنعرف نوصل اللي احنا عايزينه، حساسين، بنعرف نوصل معلومة صح. انت بتشتغلي على الموضوع ده؟ يعني تشوفي انا صراحة الحمد لله رب العالمين، يمكن هو تخصصي طولة الدراسة في جامعة الامارات تخصص اتصال جماهيري علاقات عامة، فتخصصي ووجودي في بعض المؤسسات اللي في دولة الإمارات اللي تدربت فيها وزرتها مثل تلفزيون أبوظبي قبل يطلع تلفزيون الجزيرة، طبعا تلفزيون أبوظبي، تلفزيون الشارقة، زرت تلفزيون دبي وعملت بعض البرامج بحكم أن الجرأة شوية، أن الإعلام كان يباله جرأة،
فهذا اللي ساعدني يعني الحمد لله رب العالمين اني اكون مبدعه مثلا في بعض البرامج مثلا اللي اقدمها والدورات. طبعا اشتغلت على نفسي بدورات تدريبيه مكثفه لاكون عنصر فعال في المجتمع. ما شاء الله عليك يا موزي، يعني انت مثال مشرف لبنت سايد وبنت دولة الإمارات. يعني المرأة تعلمت وتثقفت وطبقت، ولكن قدمت الكثير والكثير وستزال تقدم الكثير. إن شاء الله. شرفتينا ونورتينا. الله يعطيك العمل. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمكم. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير. نطلع بريك وراجعين إن شاء الله.